ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ترى حتى عندما دفن كان مستهدف، قال اعفوا قبري عمي قبر ما لا تقتلون إلا قاتلي وقبر غيبوه، لأنه أدري يجون بعد الموت ينبشون القبر يمثلون بالجثة، لأن أعدائي هم أعداء أو أبطال مسلم أبطال ميدان. هذه المضامين اللي وثقها علي بن أبي طالب سلام الله عليه هي اللي خلت علي بن أبي طالب خالد إلى يومنا هذا، وحقك لا يخلد بدنيا ولا يخلد بعرش ولا يخلد بمال، يخلد بالتقوى، ويبقى علي بن أبي طالب أبد الدهر موجود رغم كل الإرادات الشريرة اللي تحاول أن تحجم من دوره وتمنع تأثيره بالأمة، لكن يبقى علي يتألق يوم بعد يوم، لأن ما كان لله ينمو، اشتغل لوجه الله تبارك وتعالى.